الحمد لله تنظن ان الاستعدادات مرت في اجواء جيده تقريبا على حسب البرنامج اللي وضعنا، فطبق اكثر من 90% على التصور ديالنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وحنا دابا جينا لهنايا باش نديروا اخر اللمسات. عندنا واحد المباراه وديه 9 سبتمبر ضد افغانستان اللي غادي تكون نديروا فيها اللمسات الاخيره، وغنشوفوا على حسب المردوديه ديال اللاعبين واش نزيدوا مباراه ثانيه. انك تعرفوا ان هناك مجموعه من اللاعبين جداد اللي غيدخلوا اول مره كاس العالم، وان شاء الله ندخلوا باش ان شاء الله تكون شي مشاركه كبيره هذه السنه هذه. فتغيرت كثيره من اول كاس العالم لدابا، اولا بالتشكيله تقريبا كلها تبدلت، ثانيا اليوم عندنا تجربه في المشاركه، ثالثا والاهم الظروف تبدلت كثيره اللي وفرتها لنا الجامعه. فهذه كلها مسائل تتخلينا انه رغم ان المنتخب شاب وجديد واول تقريبا مجموعه كبيره اللي غتاخذ اول مره هذه المنافسه، لكن نحن نطمح باش نمثلوا المغرب احسن تمثيل وتكون هذه احسن مشاركه عندنا على النسخ السابقه ان شاء الله. فانا صراحه الجمهور المغربي هو اللي غادي بينا، هو اللي كيشجعنا، طموح مشروع، كاين اللي كيطلب الكاس، كاين اللي كيطلب الدومي فينال، كاين اللي كيطلب مشاركه افضل. انا ما عنديش مشكله، ديما كناخذهاش ضغوطات. المهم انا الحمد لله فرحان ان وصلنا لهذه المرحله، لان الجماهير المغربيه ولات تتعرفنا وتتعرف لاعب بلاعب، وحنا ان شاء الله باذن الرحمن ما نحشمهمش.